أعزائنا المشاهدين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد، ونقضي ساعة كاملة خلال هذا اللقاء مع الطرفة والنغم والفقرات المشوقة التي نرجو أن تنال إعجابكم. كان هذا أولك ينعم تاليك.
عزيزي المشاهد، العطاء بالنسبة للفن الكويتي مستمر بوجود الشباب القادر على إضفاء الجديد دائما. وأمامكم الآن ثلاثة من نجوم الغناء الكويتي والطرب الكويتي، نجوم تلالأت في سماء الفن تترجم دائما أهمية الاعتماد على الشباب في كل المجالات. عادل بشير وفايق عبد الجليل وعبد الله الراشد، ثلاثة نجوم عبارة عن أسس للأغنية الكويتية، المطرب الشاب والكاتب الشاب والملحن الشاب. وحينما يتعاون الشباب يعطون العطاء الشاب المتجدد الذي دائما يؤكد حقيقة مهمة، وهي السعي نحو الأجود والأفضل. أرحب فيكم بالسهرة هذه كما رحبنا بزملائكم، وأتمنى إن شاء الله أن ندردش معكم دردشة تعطي بعض المعلومات الجديدة للمشاهد. وهودنا أول شيء نقول لك أخوي عادل، أنت تعتبر من الجيل الجديد الآن بالنسبة للمطربين، شلون بديت مع الأغنية أو شلون بدأت حكاية الأغنية معك؟ بديناها مجرد هواية بالنادي الصيفي، طبعا من مدة طويلة مو من مدة بسيطة. عقب النادي يمكن بدينا مثل ما أكثر الشباب بدأوا عندنا هنا بالديرة، عن طريق الكاسيت وعن طريق الملحنين الشباب أيضا، ما كان في تعامل من ملحنين كبار. اي بديناها عن طريق الملحنين الشباب، وهذه بداية يعني النوادي ما نوادي. في أغنية تعتقد أنها هي لها الفضل في أن الناس عرفتك عادي؟ والله الأغاني القديمة يعني اللي حبوهم اللي دائما وتصاغوهم المستمعين أكثرهم شباب، ليش؟ إن أغاني كانت عدنية وما عدنية، فهذه اللي تقريبا طلعت فيها أكثر شيء قبل أغير إلى الغناء الكويتي. فايق عبد الجليل، أنت مخضرم، كتبت للجميع، يعني كتبت للمطرب الخليجي وللمطرب العربي والمطرب الكويتي، يا ترى فايق شو رأيك في الجيل الجديد اللي طلع من المطربين؟ والله لا شك أن الجيل الجديد هو من صناعة شركة الكاسيت، يعني اللي صنعوا الجيل الجديد من المطربين. نعم، هذه يعني أفرزتهم شركات الكاسيت. وشركات الكاسيت لا شك أنها ساهمت في إبراز ودفع عجلة الأغنية الكويتية. نعم، من خلال إظهارهم لهذه المجامع من الشباب، ولا شك أن الشباب فيهم الصالح. نعم، وفيهم الطالح. نعم، وأعتقد أنه يجب يعني على المسؤولين أن يضعون معايير لظهور هذه الشباب. يعني ما يصير الشركات تأتي لأي واحد وتعمل منه مطرب وتظهر صور على الكاسيت. شو تفسر نجاح مطرب أنت في تصورك أنه غير صالح وينجح؟ ينجح تعرف جمهورنا جميل، لكنه ينجح. جمهورنا جمهور قفزة. أه، جمهور موديل، جمهور دائما يتطلع الى الجديد. نعم، ولا شك تظهر اغاني احيانا يكون كلامها ركيك ورديء. نعم، يمكن الركيك يمتاز بالركه او بميزه غير موجوده في الجيد. الناس يتجهوا لها. نعم، لكن بعد فتره تجد انه هذا السيء يستعمل كما يستعمل الكلينكس لمره واحده. نعم، ورموه. يعني في اغاني الان لا تزال عايشه. نعم، اغاني كويتيه قديمه. نعم، من الستينات، واغاني من 3 سنوات الان ما تسمع لها صدى. نعم، المهم ان هذه موجه يعني. نعم نعم، احنا علينا كفنانين ان يعني نكون حذرين من هذه الموجه حتى ما نقع في تيار. فايق، مين اهم لنجاح الاغنيه، المطرب الجيد او الكاتب الجيد او الملحن الجيد؟ هي الاغنيه الناس تقول عنها انها 3 عناصر. نعم، انا اقول لك الاغنيه اكثر من 10 عناصر. شنو هم بالله؟ الاغنيه مطرب. نعم، مؤلف جيد. نعم، ومطرب جيد، وملحن جيد. نعم، وإذاعة تعرف كيف أن تبث إعلانها. ومطرب يعرف كيف يسوق أغنياته. ويعرف متى يغني. ومتى يمتنع عن الغناء. نعم، وفرقة تأزف جيد. مهندس صوت. يقف ويجد. فالأغنية وراها يعني تشكيلات كثيرة. نعم، مو 3 أشخاص بس. إذا اجتمعت هذه التشكيلات كلها وأعطت حتى لو 80 أو 75% من إبداعها، تكون الأغنية حققت شيء من النجاح. عبد الله الراشد، لا شك أنك أنت ملحن ملازم للأخ فايق. نعم، أول شيء بعرف يعني في سر معين لهذا التلازم، هل هو الرجل الذي استطاعت كلماته أن تخلق فيك قدرة على الإبداع، أو أنك وجدت مثلا منه راحة معينة تجاه أنه والله دائما يستطيع أو تستطيع كلماته أن تمتزج مع
ألحانك. اي والله هذا شيء يعني ارتباط روحي ترى والي. نعم. فاحس ان الكلمات اللي الحنها من كلمات اخوي فايق نعم يعني تعبر عن داخلي نعم اكثر. نعم. فهذا طيب شنو هي الاغنيه اللي بديت انت وفايق معاها وبعدين خلاص صرتوا مع بعض؟ والله ابتديت في اغنيه رابحه. نعم. غناها المطرب حمد سنان. نعم. هي اول اغنيه. هي اول اغنيه. طيب شنو هي الاغنيه اللي انشهرت انت ويا فايق؟ اظن عادل اشتركتوا انتوا معاه في اغنيه مع عادل، انت وفايق وعادل. نعم في اغنيه متعوب. نعم. شنو هي بالله الاغنيه اللي انت وجدتوا انها انت وفايق انها عبرت عن كلماتها وعن لحنك؟ ووايد من الاغاني. نعم. في اخر اغنيه اسمها اما الان. هذه من له؟ غناها مطرب جديد اسمه فيصل يوسف. نعم. نعم. وهذه يعني حسيت انه فعلا الكلام واللحن مصاغ بطريقه جيده جدا. جيده. فايق قال قبل شوي ان شركات الكاسيت لها الفضل في اعطاء القنيه الكويتيه دفعه قويه، تعتقد ان هذا كلام هو لا شك ان نعم. يعني فتحت المجال للفنان بأنه يبدع، طبعا مو كل فنان. نعم. هذه نقطة. نعم. ولا كل الشركات. نعم. خدمت الأغنية. نعم. في بعض الشركات همها الوحيد الكسب المادي فقط. وبعض الشركات لا والله يعني همها أن تطلع فن جيد وشباب يعني جيد. ينهض بالأغنية. جيد. قول لي الحين انت مع عادل راح تسمعونا شيء من كلمات فايق؟ اتصور متعوب. اي والله يا ريت نسمعكم لان شيء انا الحين عادل مشهور الحين ومعروف، بس نسمع شيء جديد بالله اذا كان في شيء جديد بينكم وبينه. والله لحد الان احنا يعني توكم بادين. اي لحد الان نسمع. بس في اغنيه نسمع اغنيه متعوب على العود. ايه ليش لا، أول شيء نسمعها بصوتك على فكرة، يقولون صوتك حلو، خلنا نسمعها بصوتك. صار خير. آخر لحن يعني تقريبا من مدة أسبوع تقريبا من راح يعني دندل فيها. اخترتوا له مطلب ولا هذا آخر لحن من فايق؟ نعم. شوف احنا وين والسنين، احنا وين الدنيا ضدنا والسنين والزمن، حتى الزمن ما عاد صاحبنا وأمين، ما عاد صاحبنا وأمين، والزمن حتى الزمن ما عاد صاحبنا وأمين، لا ما عاد صاحبنا وأمين. اللي انكتب فوق الجبين لازم تشوف العين، لازم تشوف العين، اللي انكتب فوق الجبين لازم تشوف العين، لازم تشوف العين. شوف احنا وين. رائع. اهنيك على هالكتابة ونشكرك انك انت اتحفتنا بشيء جديد في هذه السهرة على اساس يسمعونا او يشوفونا المشاهدين. تعتقد منو راح يغنيها؟ والله حد الان يعني مرشحين اكثر من شخص. نعم. وانا بيندش في بتاعات. يلا يلا ربنا ان شاء الله انه يعني يخلي هذه الاغنيه تلقى النجاح
طيب في بالي سؤال اخوي عادل، يا ترى فعلا شركات الكاسيت استطاعت تخدمكم كمطربين شباب؟ والله تخدمك في البدايه. نعم. تخدمك تقدر. نعم. اي في البدايه طبعا ماكو وسيله يعني غيرها. اي هي اللي تقدر يعني شركه الكاسيت هي اللي تقدر تطلعك. جيد. وحق يعني نخبه بسيطه من الناس مو اكثر الناس. نعم. شركات الكاسيت. نعم. اي لكن يعني الواحد عقب ما يخطي الخطوه الاولى تقريبا. نعم. يوصل الى مستوى الاعلام يعني يصير في مجال اكبر من شركه الكاسيت. فايق قل لي الحين انت مالك نيه او بالاحرى هل هناك نيه للتعاون بينك وبين مثلا عبد الكريم عبد القادر؟ انا سمعت هذا الكلام، هل صحيح الكلام؟ والله في مع عبد الكريم اكثر من عمل ان شاء الله يعني خلال الموسم القادم. من كلماتك؟ كلماتي من الحان عبد الله، في احتمال من الحان يوسف المهنة، وفي احتمال من عبد الرب. خلنا نسمع شيء انت الان مجهز، بس اللي جاهز مع الاستاذ عبد الله، اللي انا والاستاذ عبد الله مجهزين. ايه. يعني اكثر من عمل لعبد الكريم. طيب نسمع لحد الان يعني ما تم الاختيار النهائي، لكن في اعمال نسمع شيء منه. يعني في اغنيه اسمها لا ترحلين، وفي اغنيه اسمها عينها. ايه. وفي اغاني كثيره نسمع واحده منهم مثلا ما ادري يمكن عبد الله يسمعكم عينها ممكن. ها ايه يقول كلامها عينها خلتني في بلادي غريب، عينها خلتني في بلادي غريب، منه شاف اللي تغرب في بلاده، ما لي عادة أشتكي يا دمع يمطرز عذابي في الوسادة، ومهي عادة من يحب يعيش غربة في بلاده. مرت ويسبقها في الشارع عطرها، مرت ويسبقها في الشارع عطرها حلوة حلوة، وكل سواد الليل خصلة في شعرها، حلوة حلوة والقمر يشهق إذا يابوا ذكرها وعينها. ممتاز. هي الأغنية أطول من كذي. ممتاز ممتاز، نسمعها بالله على الوتر. الشمس أشكركم أن كنتم ضيوفنا الليلة، ونتمنى لكم إن شاء الله كل توفيق ونجاح. عزيزي المشاهد، في هذا الأسبوع قرأت لك هذه الكلمة لأحد الأدباء، يقول إن أسوأ ورطة نقع فيها هي أن يستحوذ علينا أي شيء جدا جدا، حتى الفرح حينما يستحوذ علينا جدا جدا فإنه يهزنا بما يشبه الحزن، إننا من فرط خوفنا على هذا الفرح، ومن فرط لهفتنا على أن يطول، ومن فرط ذعرنا من أن ينتهي نفرح بحزن ونفرح بخوف، نفرح والدموع تترقرق في أعيننا، إن فرحنا جدا جدا فرح أليم، فرح يرتجف، فرح يبكي، والحب جدا جدا كذلك هو حب مر غيور أعمى يرهق صاحبه لدرجة أن ينقلب إلى كراهية وحقد. ومن واقع التجربة
يجب أن يكون الإنسان معتدلا في كل أموره الحياتية. عزيزي المشاهد، التحمس هو عبقرية الإخلاص، ولو حاول الإنسان أن يتصرف كما لو كان من المستحيل أن يفشل، ولو تقبل خيبات الأمل بشجاعة لأصبحت حافزا له لبذل مجهود أكبر. فإذا كانت المطامح جديرة بأن تبلغها، فمن الجدير التضحية من أجلها، وربما يبدو الثمن فاحشا، ولكن الإنسان يستطيع أن يحول الهزيمة إلى نصر. إنها غالبا ما تكون نتائج العمل الذي يقوم به الإنسان حتى النهاية. وعندما يبلغ الإنسان المكان الذي يبدو أنه من المستحيل أن يصل إليه، فذلك هو المكان الذي يقرر النصر والهزيمة. وإن قدرة الإنسان على الصمود في ذلك المكان تصنع نصره، وقدرة المرء على الصمود تجعله وثيق الصلة بالخيط الرفيع والجسر الذي يعبر بين الهزيمة والنجاح. عزيزي المشاهد، التمثيل ليس هو فن التقليد، وإنما هو فن الإقناع. الممثل القدير أو الممثلة القديرة هو أو هي التي تجعل قلبك يقفز من صدرك بلمسة أو لفتة أو حركة سريعة لتقول لك أنها حزينة أو سعيدة، بينما غيرها تستعين بعشرات الحركات بيديها وعينيها، ومع ذلك تشعر أن تأثيرها عليك سطحي لا يدخل قلبك. هذه الليلة يسعدنا أن نستضيف فنانة قديرة، فنانة قادرة على أن تنقل إلى عينيك دموعها وتحفر في قلبك ابتسامتها، فنانة تستحق التقدير الذي نالته وتناله لأنها عملت بإخلاص كي تفوز بحب الناس. رحبوا معي بالفنانة سعاد عبد الله. أهلا طلال. أهلا وسهلا، يا أهلا فيك طلال. ولدك الكبير أي طلال؟ عمره وإخوانه. طلال عمره 13 سنة ما شاء الله، وعالية 10 سنوات. نعم. وفواز الصغير 4 سنين. شعلمتيهم؟ الحب والإخلاص أولا وأخيرا، حب الأرض وحب الناس، لأني ترى والي الحب هو اللي بيدفعهم للصدق والالتزام. إيش تعلمت منهم؟ التعامل مع الأشياء بكل بساطة. في أحد منهم له ميول فنية؟ ما أدري، مسألة الميول الفنية لحد الحين ومصغار في السن ما تقدر تحدد، بس أنا ترى والي كل طفل في هذا العالم لازم يكون له ميول فنية، بالذات بالكويت عندنا. تشوف أنت الأطفال كلهم ميالين للغناء والأداء الحركي بفضل وجود طبعا أجهزة الإعلام والتلفزيون واتصالهم بالعالم الخارجي. فترى والي كل طفل لازم تكون عنده ميول فنية. يا ترى عملية التوفيق بين البيت والعمل وتربية الأولاد بالنسبة لك وبالنسبة لأي مرأة يمكن تعمل؟ ما أدري، عملية عادية جدا، يعني هي كلها تحتاج إلى نوع من التنسيق لا أكثر ولا أقل. دائما أحاول قدر الإمكان أني ما أرتبط في عملين بوقت واحد عشان لا يأثر على وجودي في البيت، وأحيانا أضطر أعتذر عن عمل لما أحس أنه يتعارض مثلا مع امتحانات، مع عمل مهم عندي في البيت. يعني هي عملية تنسيق لا أكثر ولا أقل. أترى سلاح المرأة في حياتها الزوجية ما هو؟ شيء أكيد التفاهم. وسلاحها في الدفاع عن نفسها؟ ثقتها بنفسها. وسلاح المرأة في الفشل طلال؟ أحيانا دموعها. هذه مهي مسألة عامة، بس أنا أقول مسألة شخصية بالنسبة لي. لما أحس بأي لحظة فشل أو شبه فشل، إحباط حتى، أدخل غرفتي وأبكي أبكي لحد ما تنتهي الأزمة وأطلع شيء جديد كأنه ما حصل شيء. يمكن تخفين عمرك، بس عمرك الفني تعتزين فيه، متى كانت البداية؟ عمري الفني 19 سنة، بدأت سنة 63. كانت البداية بداية عادية في المدرسة، كنت طالبة في مدرسة الميدان الابتدائية. كانت وقتها أذكر مربية صفي والمسؤولة كانت في ذاك الوقت مربية الصف هي اللي تعطي الرياضيات والحساب والعلوم، مسؤولة عن كل الأنشطة في الصف. نعم. كانت السيدة دلال أحمد بشر الرومي. نعم. فكانت دائما تضع ثقتها فيني من ذاك الوقت، يعني تعطيني مجموعة من الأعمال، أنشطة المدرسة المسرحية دائما أنا كنت البارزة فيها، لحد ما ظهر تلفزيون الكويت.
دخلنا ضمن نادي الأطفال كان يسمونه في ذاك الوقت، أنا قاعد أتذكر الاسم بالضبط، كان اسمه نادي الأطفال، كنا نقدم فيه أعمال تمثيلية وأشياء قديمة وأزاهيج وشيء من هالقبيل. فقدمت أذكر دور المطوعة مع السيدة دال بشري، كانت مشرفة عليه، ومنها كانت البداية. بس هي كانت وراي دائما، يعني شجعتني وهي اللي دفعتني، ويعني ما أنسى فضلها. عقبها انتقلت إلى المسرح الكويتي، كان سنة 63 نفس الفترة، عملت مع الأستاذ أحمد النشمي مسرحية حظها يكسر الصخر، ومثل ما يقولون ابتدى المشوار. عمر المرأة متى يتوقف ومتى تبدأ تخفي عمرها؟ عمر المرأة يتوقف عندما تفقد الإحساس بالأشياء الجميلة، يعني عندما تساوى عندها الوردة مع الصبار، تساوى عندها يتساوى عندها الشتاء بالخريف، خلاص توقف عمرها. من وجهة نظرك أجمل وأسوأ ما في الزواج؟ أجمل ما في الزواج أكيد وجود الأطفال، وأسوأ ما في الزواج عدم التفاهم. أيهما أهم للزوجة، هل أنها تكون محبة أم تكون محبوبة؟ إنها تكون محبوبة، هذه فيها نوع من النرجسية. نعم. أنا شخصيا برأيي أرفضها. أما إنها تكون محبة هو الأفضل، لأن متى ما أحبت المرأة الزوجة أو المرأة الأم بتعطي البيت أو بتضفع البيت هالة من الحب، بينعكس هذا الحب على زوجها وعلى أولادها، يعني تحس إن الأسرة كلها تعيش في جو من المحبة. أنا من رأيي إنها تكون محبة أكثر ما تكون محبوبة. الزوجة شنو أهم شيء تحتاجه من الزوج؟ ما أدري، بس يتراوالي الاحتواء. المرأة قبل لا تتزوج يمكن تنتظر الزواج، لكن لما تتزوج تطلب كل شيء، ومن ضمن كل شيء هي الاحتواء، أن تلقى إنسان يحتويها في كل شيء. وبتصورك الزوج شنو أهم شيء يحتاجه من زوجته؟ كل شيء. الزوج يحتاج لزوجته أصغر الأشياء وأكبرها، من مادية أو معنوية. أسرار الزوجة الخاصة هل يجب أنها تقولها حق زوجها؟ ترى والي ما دام أن شريك حياتها على الأقل يكون على اطلاع بالأشياء اللي تخص حياتهم اثنيناتهم. لو اكتشفت الزوجة أن زوجها يكذب عليها، يا ترى شلون تصرف؟ حسب الكذبة، إذا كانت الكذبة بسيطة أنا أتهيأ لأفضل شيء أنها تحاول اتجاهلها. نعم. أما إذا كانت الكذبة كبيرة وضخمة لا، تكون بحجم ضخامتها تطرحها على بساط البحر وتقعدة وتحاولون تناقشوا في الموضوع. أعظم الزوجات من هي؟ والله أخوي مبارك، أعظم الزوجات اللي تحمل زوج متقلب المزاج. وأسوأهم؟ اللي يكون كل اهتمامها شيء أوحد، يعني يكون مثل مظهر أو أكل أو سفر، يعني يكون كل اهتمامها محصور في شيء أوحد ماكو غيره. أم طلال، باعتقادك في وقتنا الحاضر أيهما أهم للبيت، المرأة ربة البيت أم المرأة العاملة؟ الاثنين بحاجة لهم المجتمع في الوقت هذا وفي كل وقت. نعم. نعم. أم طلال، أكملي الجمل التالية: المرأة التي لا تتكلم إلا إذا سئلت، حكيمة متزنة، والتي لا تتكلم إذا سئلت، التي لا تتكلم إذا سئلت، إذا سئلت. هذه يمكن تعمل بالقاعدة اللي تقول إذا كان السكوت من فضة، إذا كان الكلام من فضة، من فضة فالسكوت من ذهب. والمرأة التي تتكلم إذا سئلت أو لم تسأل، لا عد هذه ثرثارة. صح أم خطأ إن كل امرأة محترقة الأعصاب يكون وراءها رجل بارد الأعصاب؟ غير صحيح، لأن المرأة المحترقة الأعصاب مع مرور الوقت ومعاشرتها لهذا الرجل بتخلق منه إنسان محترق الأعصاب. نعم. إذا كان مو محترق الأعصاب شكلا أو بالشكل الظاهري للمعنى العصبي، فبيكون محترق الأعصاب ضمنا. يعني في رأس المرأة فكرتان: أنها تريد كل شيء ولا تعمل أي شيء. خطأ، المرأة لما تريد أي شيء تعمل جاهدة وتضحي بالغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا الهدف.
وهل صح أم خطأ أن المرأة تفتح قلبها بحساب وتفتح أذنها بلا حساب؟ جايز يكون صحيح إلى حد ما. أم طلال، زرتي كثير من بلدان العالم، من هي المرأة في هذه البلدان اللي تلقبينها بربة البيت؟ المرأة هي المرأة. نعم. في كل مكان، بعواطفها، بطموحها دائما إنها تخلق أسرة، ببحثها دائما على الاستقرار، في كل مكان بالعالم، لكن هذه الملامح تبان أكثر في المرأة الشرقية. يا ترى هل لك نشاط في إحدى الجمعيات النسائية؟ أنا ماني عضوة في أي جمعية نسائية للأسف، لكن بيتهيأ لي أني أنا قاعدة أؤدي دور من ضمن الأهداف اللي طالب فيها الجمعيات النسائية. دوري في المجتمع يمكن يكون تحقيق بعض أهداف اللي تسعى لها الجمعية. وعموما لو أنا طلبت في أي يوم علشان أساهم في أي عمل يخص أي جمعية نسائية، ترى والي ما راح أتأخر. وأنت يا هند، أنت يا هند لقد كنت سيدة عظيمة بلا عظمة، خزائني مفتوحة لك، وإن كنت أعرف أن هديتك الكبيرة هي حسن الذي فعلت من أجله كل هذا. يكفينا أن نحس بالاطمئنان في رحابك يا مولاي. وأنت يا بني؟ نعم يا مولاي، أطلب ما تشاء، أريد أن أحكي رؤيا الجراد لمولاي. رؤيا الجراء؟ نعم. وماذا سنفعل في المساء؟ سنسمع إليك أنا إذن إن شاء الله. إن شاء الله. أمر مولاي. هل نودي على الحاجب؟ الحاجب بالباب يا مولاي، ينتظر المسؤول بين يديك. فليدخل. الحاجب فليتفضل. أم طلال، ما مدى استفادتك من المعهد العالي للفنون المسرحية؟ استفادة كبيرة حقيقة. أي إنسان ممكن يمسك أي صحيفة أو أي كتاب ويقرأ ويحصل منه على فائدة كبيرة، فما بالك دراسة أكاديمية 4 سنوات اتخللها جميع المواد اللي تدخل في اختصاصي كممثلة وكفنانة. الحقيقة أنا استفدت من المعهد أو وجودي أو دراستي في المعهد كثير، لكن في شيء بقوله مهم، إن المعهد ما يقدر يخلق فنان ما لم تكن عنده الموهبة أساساً. نعم. عرفت شلون؟ بدليل إن حنا مثلاً عندنا فنانين كثير غير دارسين لكن موهوبين وفنانين أثبتوا وجودهم ولهم أسماء لامعة على مستوى العربي كله بدون دراسة. وين دلول؟ داخل. دلال؟ دلال؟ لهالدرجة غنموه وصارت فيه هالمواصيل؟ وانا سويت يعني دلال ما يخالف وانا لا. والله عيب، والله عيب. تبي شيء طال عمرك؟ ايش حق مسوي بروحك كذي؟ الرجال اللي كان عندكم طلع؟ ايش حق تسالين؟ انت قايل لي ما تبي حريمك يكشفون على حد؟ اي كفو 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 يا دلال كفو عدل. دلول؟ مو انت اللي قلتي لي؟ انا؟ يا ويلك من الله يا الظالمه، انا؟ الله اكبر عليك يا دلول، الحين تهولين فيني وتسوي فيني العمايل وتري تقولي لي يا الظالمه؟ والله منك انت يما تسوي سواتها وتقطها فوق ظهري، شفت مرتك شفتها؟ انا خلاص خلاص مو قادره اتحمل، هذا ما يعيش، هذا مو بيت، انا عايشه بسجن، سجن بلا قضبان، امراه بلا قيد. الرصاصة لا تزال في جيبي، حسبي الله عليكم انت وياها، هذا زواج، هذا زواج، هذا نكد معيشة هذه. لكن دريت شلون؟ عسى الله ياخذني او ياخذكم او ياخذنا احنا يميع. امين. يبا 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 امي اموني ما لقيتها. دوريها عدل يمكن دار الشيل ولا طلعها بالمخزن. يبا شدور امي ابرة ضايعة ما لقيتها، دورتها كل مكان. يا وين راحت يعني وين راحت؟ يبا امي اختفت ودلال هي المسؤولة. انا شكو انا شحالي امي تمشي بالليل وهي نايمة، دوريها طلعت مني ولا راحت مني طاحت بحفرة. هاي امي يا حبيبتي امي. بس 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 انا رايح رايح انا رايح اشوف. هاي امي امي Beep, beep, beep.
تفضلوا. وين راحت؟ وين راحت؟ اسمع. نعم. شوف لي فيصل. نعم. نقول له خليني مكتبي بسرعة. حاضر. يلا. وين راحت هذه؟ وين دلفت؟ وين طست؟ بلغ الموظفين وقول لهم اني ابيهم في مكتبي الساعة 10، اجتماع ضروري، المديرة تبيهم، اوكي؟ نعم، اي خدمة؟ شو تسوين هني؟ انت شو تسوي هني؟ انا الشركة شركتي والحلال حلالي، وانا المديرة الحين. وانا؟ فنش عزلتك. والتوكيل الرسمي اللي عندي لاغي. فنش وعزلتك والتوكيل الرسمي لاغي. زين، طلباتك شنو؟ اتعرفها. اي انا موافق عليها، اعطيني المؤخر وانا اطلقها. مو قال لك انا مدمها؟ ما افهم شيء. لا عيوني، الاول تحول هذاك اول. طلاق دلال، مشكلتك تحلها بمعرفتك. إن هذا اليوم في تاريخ شركتنا بل وكل شركات الدجاج ليعتبر يوما مجيدا سيكتبه التاريخ في بيض صفحاتك. وإنني أقترح أن نحتفل بهذا اليوم في كل عام، فإن تولي العم غريم أم داود إدارة شركتنا الكبرى للدواجن البياضة لهو حدث عظيم وجد، فهنيئا لنا بكم وهنيئا لكم بالإدارة. فالحق يقال، فأنتم خير خلف لأسوأ ألف. وإنني أنا أسوأ ألف، أنا أسوأ ألف يا منافق يا عتاف. أوريك قبل ساحني سليمان، هني مكان عمل، إذا عندك شيء ويا طلع برا برا. اطلع برا، اطلع برا. هالو. الو، من يتكلم؟ قنيمة، هو شو تسوين هناك؟ شلون زين؟ بسيطة، مع السلامة. تعال مو كذي شيل البيض، حط بالك. تعال علمك شلون تشيل البيض. ثقيل حط بالك، البيض هذا بصفارين، نمونه عينه مو ينكسر منك حبيبي، على هونك واحدة. يلا حبيبي يلا. خايف على منصبك؟ بالعكس يا غنيمة، أنا خايف على الشركة، قلبي عليها. شغلك هذا بتضيع الأول والتالي، بعدين يوسف يا غنيمة بيبلعنا كلنا. مو هذا يوسف اللي أنت تثق فيه ومخليه مستشارك؟ بعدين أنا أشوفه ريال زين ومدحني. مدحك؟ بلاش غشيمة، ما تعرفين يوسف. يوسف هذا طبعا منافق، يمدح أي واحد يوصل للكرسي. غنيمة سمعيني، أيوه سمعيني، مكانك أنت مغني، مكانك في البيت. يبا واح 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 واح، هذا شنو؟ قطع شي ما شابه هلا. برا، شو حتى الحكي تغير؟ قصر حسكم والثول، أنتم مو في البيت، أنتم الشركة هني. خليني أتفاهم معك ذا. وبعدين يا غني، مو بعدين؟ في وظيفة سكرتير، ايش رايك؟ اتحدج من مديري لسكرتير يا غنيمة؟ روح، هذه وظيفتي انا، متعينة هني بقرار اداري حازم، سكرتيرة بهالشركة. فوضى هي فوضى. انت تقعدين في البيت. ايوه قاعدين في البيت. اي انا قعدت في البيت وانت مديرة هني. انا مديرة بفلوسي ولا بمجهودي يا حبيبتي؟ انا بقعد يا مرايلي واجابله واشوف شغله واساعده كذي. عيال انتوا اثنينكم مفصولين، يلا برا. خوش ابركها من ساعة، هذا اللي نبيه. امشي حبيبي، خلها هي هني تشتغل وتجمع فلوس وتكد علينا، وانا مع ريلي الحبيب نحط ريل على ريل ونقعد ناكل بالبيت مرتاحين. الشغل والتعب لك واحنا الوناسه لنا.
اصلا حنا نبيها عشان يعيش في خلوه. امشي. لا لحظه. وبهذه الفقرة سيداتي وسادتي ينتهي لقاؤنا بكم هذا الأسبوع، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم. إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع أحلى الأمنيات للجميع بالخير والسعادة.